وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء يعني البنت الباكر غير المتزوجة، عادة تكون شديدة الحياء لأنها في البيت، لأنها مخدرة، ما تظهر للناس، ما يعرفوها حتى الناس إلى أن تتزوج، هذا في السابق. لذلك وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء حتى من البنت الباكر في بيت أهلها. الحياء زينة المرأة وجمالها والوصف الذي يليق بها. فلذلك قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الفتاة في خدرها، من العذراء في خدرها. نعم، الباكر. Jadi hadis yang sudah ini dan adalah Nabi SAW, adalah Nabi SAW ini sangat malu.